يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إلباس الصبي لباسا مكتوبا عليه بعض أسماء الكفار حيث انتشر هذا على الملابس الرياضية في الآونة الأخيرة؟ لا يجوز هذا، صدر في فتوى بتحريم لباس ما عليه شعار الكفار أو الصليب أو اللاعبين أو ما أشبه ذلك مما يعظم فيه الكفار، صدر فتوى بتحريم ذلك. نعم.